مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذه التطورات يلتحق بنا عبر خدمة سكايب من تونس الكاتب والمحلل السياسي سالم بولبابا. أهلا بك أستاذ، وشكرا لقبول الدعوة. شكرا، تحياتي لك خالد ولكل متابعي القناة الوطنية الجزائرية، وطبعا لكل المتابعين سواء في الجزائر أو في العالم. شكرا لك أستاذ. يعني بداية، كيف تفسر هذا التطور في الأزمة بين تونس والرباط ومواصلة الأخيرة حملة التشويه ضد تونس وسيادتها الوطنية؟ والله هو الحقيقة يعني مستغرب جدا، يعني ردود الفعل خاصة المغربية تجاه تونس. في تونس لا توجد حقيقة حملة منظمة ما عدا يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي، لكن على المستوى الرسمي على الأقل ليس هناك أي تصعيد، بالعكس يعني تم التعامل مع استقبال الرئيس قيس سعيد لرئيس جبهة البوليزاريو أو الجمهورية العربية الصحراوية كضيف في قمة تيكاد 8، وهي قمة طبعا يستضيف فيها الاتحاد يعني من أطراف الاستضافة الاتحاد الأفريقي واليابان، وبالتالي هنا لا مبرر لهذا الغط الذي حصل من المغرب الشقيق. وفي الحقيقة يعني حتى رد الخارجية التونسية في بيان مطول كان يعني توضيحي في هذا الخصوص بأن هذا كان ضيفا على القمة، وحضر سابقا إبراهيم غالي يعني قمم أخرى اللي حضرت فيها المغرب ولم طيب أستاذ يحصل هذا سالم، يعني طيب أستاذ سالم، كيف تفسر هذا التصعيد من الجانب المغربي بينما التونسي مثل ما قلت يلتزم الحياد والموضوعية في التعامل مع هذه الأزمة؟ والله أعتقد أنا أن ربما بعد التطورات السياسية الأخيرة في المغرب والتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني ثم كذلك مناورات الأسد الأفريقي وما رافقها من انتقادات ربما محلية طبعا وأجنبية، خاصة لدى في مسألة تهم قضية العرب الأولى اللي هي قضية فلسطين، فربما النظام المغربي من أجل ربما ما تعرف هناك دائما قاعدة في السياسة من أجل ربما كسب الرأي العام الداخلي يقع تحويل الأمر إلى الوجهة الخارجية إلى إثارة قضايا خارجية، فبالتالي هنا ربما يتم شحن الرأي العام هنا من خلال ربما التركيز على تونس في هذه الخطوة التي ينتقدونها بشدة من أجل حشد الرأي العام الداخلي واستعادة ربما الشعبية الداخلية، بدعوى أن هناك ربما من الأطراف المغربية وخصوصا تونس من يرفض ربما وحدة الأراضي المغربية والمغربية وما شابه ذلك، أو كان هناك شبه اعتراف بالجمهورية الصحراوية وجبهة البوليزاريو، وهذا في الحقيقة يعني كما قلت أنا مبالغ فيه، يعني القمة كانت في إطار نعم يعني أستاذ سالم. أوسع من ذلك. أستاذ سالم، أنت نعم، ذكرت يعني تراكمات يعني من أو أزمات في المغرب، وقلت أن النظام المغربي يحاول تصدير هذه الأزمات إلى الخارج، لكن الملاحظ أن المغرب أو هذا النظام المغربي ليست هذه المرة الذي يتعامل مع تونس بهذه الطريقة، فالنظام المغربي تعامل مع تونس من قبل بنفس الطريقة، حيث أنه كانت هناك بعيدا عن هذه الحادثة كانت هناك حادثة مشابهة في مرات سابقة، وهنا أود الإشارة إلى افتعال المغرب الأزمات مع تونس بعد 62 سنة من قطعها العلاقات مع المغرب أو مع تونس بسبب اعتراف تونس باستقلالية موريتانيا. نعم، هي العلاقات التونسية المغربية في الحقيقة مرت يعني بتقلبات وفترات يعني جيدة وأخرى أيضا سيئة، ولكن الملاحظ يعني الشعوب دائما نتحدث نحن عن العلاقات بين الشعوب، يعني لا يمكن يعني الأنظمة تمر وتزول كذلك، ولكن تبقى العلاقات بين الشعوب هي الدائمة والمصالح بين الشعوب هي الدائمة. يعني الدعوات مثلا هنا إلى مقاطعة بعض المنتوجات التونسية هنا أو محاولة التصعيد هنا الإعلامي خاصة وحتى السياسي الذي نراه، في الحقيقة هذا مثلا أنا متابع جيدا للشأن الإعلامي، لم أرى حملات مثلا من الإعلام التونسي منظمة تجاه المغرب، هذا غير صحيح، ربما عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يعني عبر ما يسمى بالمواطن الصحفي او اي شخص يعني يعبر عن رايه بكل حريه ليست لها حدود، هذا موجود، لكن على مستوى اعلامي مثلا وعلى مستوى رسمي لم يحصل هذا اطلاقا وغير يعني غير موجود. هناك محاوله للتناول العقلاني لهذه الازمه الدبلوماسيه. تعرف جيدا اخ خالد يعني استاذ خالد بان أن دعوة السفراء للتشاور هي معناها تعتبر يعني إعلان عن قطيعة بين قيادتين البلدين. أستاذ سالم، يعني برأيك الأزمة بين البلدين إلى أين تتجه الآن؟ والله أنا أتمنى أن تكون سحابة صيف عابرة، وأتمنى أن لا تنال من العلاقات التاريخية التي تجمع شعوب المغرب العربي وكل يعني الشعوب العربية. اعتقد بان يعني العلاقات بين الشعبين التونسي والشعب التونسي والشعب المغربي والروابط المشتركه التي تجمعنا اكبر بكثير يعني من العلاقات ما بين الانظمه الزائله، ولكن العلاقات بين الشعوب الدائمه وستبقى الى ابد الابدين تجمعنا وحده الدم وحده اللغه وحده الدين فبالتالي وحده التاريخ كذلك. فبالتالي يعني مثل هذه الافتعال او التصعيد في هذه الازمه هنا ومحاوله يعني اثارتها بهذه الطريقه الحقيقه يعني مزعج جدا وغير مقبول على الاطلاق. اتمنى يعني ان يعود العقل الى النظام المغربي والى السياسيين في المغرب والى النخبه المغربيه، لان تكون يعني هذه المعالجه وهذه الازمه ان تكون معالجتها معالجه عقلانيه بما يحفظ العلاقات. أستاذ سالم، كسؤال أخير، يعني برأيك هل سيتكرر سيناريو موريتانيا بقطع العلاقات بين العلاقات الدبلوماسية طبعا بين تونس والمغرب؟ لا أستبعد ذلك مطلقا، يعني أستبعد أن يصل الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، يعني هذا مستبعد جدا. أعتقد يعني أن المعالجة الهادئة أقولها يعني بكل صراحة وبكل موضوعية، أنا لست هنا ناطقا باسم الحكومة التونسية أو باسم الرئيس قيس سعيد، ولكن أعتقد أن المعالجة الهادئة التي تسلكها الآن الدولة التونسية في معالجة هذه الأزمة أعتقد بأنها ستنتهي يعني بدون آثار كبيرة على العلاقات بين البلدين. أتمنى تكون سحابة صيف عابرة ولو أننا يعني دخلنا اليوم فصل الخريف، ولكن أتمنى تكون سحابة صيف عابرة، وأتمنى أن تعود العلاقات يعني جي، وأن يتمنى أن يتجاوز يعني يتم تجاوز هذا الإشكال قريبا، لأن هناك قمم أخرى، هناك قمة العربية مثلا في الجزائر لاحقا، هناك قمم أخرى إفريقية أو حتى يعني القمة الإفريقية الأمريكية لاحقا ستكون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر ديسمبر القادم. فبالتالي هنا العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصالح والروابط التي تجمع بين الشعوب هي الأبقى. أعتقد أن الموقف التونسي الآن موقف يعني رصين جدا وعقلاني جدا في معالجة هذه الأزمة، وأعتقد يعني أنه لن تصل الأمور إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. نعم، شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي سالم بولباب على هذه التوضيحات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من تونس. شكرا لكم.